حظ هذا البرج هينقلب رأسا على عقب، ثروة هائلة تغير مسار حياته، توقعات كارمن شماس هتذهلك. طبعا في البداية يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل جديد بعمله ان شاء الله يوصل لحضراتكم. كشفت كارمن شماس الخبيرة الفلكية عن توقعاتها لبرج العقرب، قالت انه هيواجهوا تحديات صحية ومهنية لكن هيتمتعوا ايضا بالعديد من النجاحات، وقالت انه هيخوض العقرب العديد من المغامرات ويواجهوا بعض العقبات العائلية لكنهم هيتغلبوا عليها بنجاح كبير. في الجانب المهني تتوقع ان يكون عام الباقي من عام 2024 مليء بالتغيرات والمفاجآت للعقرب، تدعمهم العلاقات وتكون الظروف مواتية لتجاوز الأزمات، يحققوا أرباح غير متوقعة وتلقوا دعم من مصادر متنوعة بما في ذلك العيلة. تشير التوقعات ان الربيع هيحمل تحقيق لبعض الأمنيات، بين شهري سبتمبر وأكتوبر هيحقق مواليد العقرب أهدافهم بعد جهود جبارة. وقالت ان الصيف هيكون فترة مثمرة للعمل الجاد والإتقان، لكن الشهرين الأخيرين من العام هيحملوا تحديات تطلب شجاعة لمواجهة صعوبات غير متوقعة. تؤكد ان هذه التجارب تكون مفيدة وتمنح مواليد العقرب منظور جديد للحياة.